37 عام على رحيل الفنان فريد الأطرش، هي ذكرى أحيتها فرقة أوبرا الإسكندرية على مسرح معهد الموسيقى العربية، عازف أجمل أغاني وألحان الموسيقار الراحل، كما تضمن الحفل أغاني لعمالقة الزمن الجميل. احنا في فرقة أوبرا إسكندرية تابعة لدار الأوبرا المصرية، المكان الرئيسي بتاعنا دار أوبرا إسكندرية مسرح سيد درويش محطة الرمل، و يعني كل فترة بنيجي القاهرة بنعمل حفلات في مسرح الجمهورية، مسرح كبير، مسرح المكشوف. وهنا الحفلة النهاردة ذكرى فريد الأطرش، والأكت الأول عبارة عن مجموعة أغاني لكبار الملحنين المصريين. الحفلة عبارة عن أكتين، الأكت الأولاني منوعات أغاني قديمة وكده، والأكت التاني الفنان فريد الأطرش. أنا بقالي حوالي 6 أو 7 سنين بغني، دخلت الفرقة دي بعد ما بدأت بحوالي سنة تقريبا، وأنا أساسا درست موسيقى كمان في كلية تربية نوعية، وغنيت برضو في حفلات برا وكده، بس حسيت إن الأوبرا مكان أحسن إن أنا أشترك فيه وكده يعني.